السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله فيديو جديد نتكلم فيه على سؤال راه يطرح بكثرة، وإذا عجبكم الفيديو بيان سوى الضغط على زر لايك والاشتراك. السؤال هو: هل تستطيع المرأة الحامل لفام أونسانت استعمال البروتين كالك سوى البروتين بيوبيركس أو أي بروتين آخر؟ هل يفضل استعمال البروتين للمرأة الحامل أم لا؟ يمنع استعمال البروتين للمرأة الحامل سورتو لي برومي موا، لأنه في لي برومي موا يكون هناك تشكل الجنين، واستعمال البروتين الذي كل البروتينات تحتوي على مادة الفورمول بنسب متفاوتة، وهذه المادة هي مادة peut provoquer des malformations pour le fœtus. تستطيع أن provoque تشوهات خلقية لجنين ربي عافيكم، و elle peut provoquer aussi des fausses couches. ولهذا لا يفضل استعمال البروتين طيلة مدة الحمل، ولكن هناك بعض الخبراء ينصحوا لا ينصحوا، ولكن إذا أرادت المرأة الحامل لفام أونسانت استعمال البروتين لشعرها، هناك من يقول ولكن نسبة قليلة استعماله في الفترة الأخيرة للحمل، ولكن لا يحبذ استعمال اي نوع من البروتين. كما راكم تعرفوا البروتينات الشعر اللي متواجده في السوق الجزائري قليل، راكم رايحين تلقاو ان برودوي اوريجينال، سيرار دو تروفي ان برودوي اوريجينال. لماذا ينصح بعض الخبراء باستعمال ان برودوي اللي تكون فيه نسبه الفورمول نسبه ضعيفة؟ هناك بعض البروتينات ولكن في السوق الجزائري je pense pas que elle existe تكون نسبة الفورمول، ولا وحتى وإن وجدت تكون بنسبة قليلة، نسبة الفورمول تكون نسبة قليلة جدا أو منعدمة. ولهذا حسب الرأي الشخصي ديالي ما ننصحش باستعمال البروتين للمرأة الحامل. هناك طرق لترطيب الشعر بطريقة طبيعية، استعملوا هذه الطرق الطبيعية بدون استعمال مادة الفورمول. إذا عندكم أي أسئلة أخرى اطرحوها في خانة التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.